كل رفاقه في المؤسسة العسكرية وأبنائكم في كل وحداتنا المقاتلة وفي كل المناطق العسكرية. بالتأكيد لازالت الأحداث تتوالى على الأرض في منطقة محيط منطقة غريان وكذلك في طرابلس. قواتكم المسلحة لازالت ثابتة في كل المواقع التي حول محيط طرابلس، خاصة في القاطع الشرقي والقاطع الجنوبي الشرقي. اليوم كانت هناك معركة كبيرة جدا في المنطقة الواقعة ما بين السبيعة والعزيزية، حيث تمكنت القوات المسلحة من صد محاولة فاشلة للمجموعات الإرهابية، وأكثر هذه المجموعة كانت مرتزقة من تشاد. تم تصدي لهذه القوة أولا بالقوات الجوية التي دمرت الرتل بالكامل حوالي من 22 إلى 25 آلية مسلحة تم تدميرها. كذلك تمكنت القوات البرية من التقدم والقضاء على بقية هذه المجموعة. عدد الجثث التي وجدت في هذا الموقع حوالي 33 جثة للمجموعات والميليشيات المرتزقة التي يقودها جويلي. وجويلي هنا لا يمثل المصالح الوطنية بل يمثل المصالح الأخرى، وهي مصالح التهريب، سواء تهريب الوقود باعتباره يملك أكثر من 20 سهريج سيارة وقود، وكذلك كل الذين معه هم تجار الوقود وتهريب المحروقات سواء إلى سفن البحر سواء إلى تونس، كذلك مهربين الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. إذن هذا المحور هو محور التهريب ومحور الأتجار بالبشر. اليوم كانت هناك صفعة قوية لهذا المحور. نكون نأخذ الآن الخريطة في هذه المنطقة. يحاول دائما منذ أيام الوصول إلى السبيعة ولكن دائما كان يفشل في ذلك. هذه هي منطقة السبيعة. اليوم تقدم من منطقة العزيزية عن طريقين، وهو طريق الكفاح والطريق الثاني طريق علاد، واجتمعت القوة في هذه المنطقة في منطقة الكفاح وتقدموا نحو سبيعة. القوات الجوية دمرت الرتل في هذه المنطقة ولاحقت بقية القوات الهاربة على الطرق الأخرى. بعد ذلك تقدمت قواتنا البرية أو بعض الوحدات والسرايا، مثل ما نشاهده بإذن الله في فيديو لوحداتنا وهي تطارد المجموعات الإرهابية في هذه المنطقة. إذن اليوم كان هناك عمل محاولة فاشلة. يظن أن موضوع غريان له انعكاسات سلبية على بقية الوحدات، ولكن للأسف أن تفكير هؤلاء القاصرين أدى إلى خسائر كبيرة جدا، ليس في صفوف فقط بل حتى في أملاك بعض المواطنين التي قاموا بالرماية عليها عشوائيا بالمدفعية الميدان التي ترمي من منطقة الكسرات غرب منطقة العزيزية. إذن اليوم المعارك في هذه المنطقة، هناك محاولة بالمدفعية لاستهداف مطار طرابلس الدولي ولكن لا توجد لدينا أي خسائر. هناك شهود عيان أثبتوا إصابة طائرة بدون طيار تركية فوق منطقة المطار أو غرب أو شمال المطار بمسافة قليلة، لا نستطيع أن نؤكد أو نثبت ذلك. هناك تحركات ميليشياوية إرهابية تتجمع في منطقة ككلة، وهناك سيارات تتجول الآن في ككلة تحمل شعار جويلي، يهددون منطقة الأصابعة، يهددون شقيقة، يهددون تلك الأمن تلك المنطقة بالكامل. ولكن نحن في الآن نرصد ونتابع هذه التحركات. الآن هناك أخبار وردت الآن عاجلة بأن القوات الجوية استطاعت أن تستهدف مجموعة من الآليات المسلحة كانت في طريقها إلى الأصابعة. العدو الآن يحاول الاستفادة قدر الإمكان من عملية غريان. عملية غريان ضخوا عليها ضخ إعلامي كبير جدا، شفنا صلاة الأفراح اللي تعمل في الوجبات، شفنا صلاة الجمعة اليوم في بعض المساجد. نعرف أن هؤلاء لا يمثلون أهالي غريان ولا يمثلون سكان المنطقة بالكامل، بل هم أولياء أمور المجرمين الإرهابيين. في السابق هؤلاء أعطونا العهد وأعطونا الأمان، دخلنا في غريان. غريان لم تكن من ضمن منطقة العمليات العسكرية بل كانت منطقة تمركز خلفية، وبالتالي كل القوات التي كانت موجودة فيها هي قوات من الدعم المركزي
وبعض القوات الخفيفة وهي وحدات، أو بعض الفصائل وهي فصائل حماية لبعض المقرات في تلك المنطقة. هنا يجدر الإشارة أن قواتكم الجوية منذ عملية غريان حتى اليوم وهي تقوم بقصف أهداف داخل مدينة غريان وفي القواسم وعلى كل الطرقات التي تؤدي إلى تلك المنطقة. نحن نعلم أن هذه المنطقة منطقة جبلية مزدحمة بالسكان، منطقة صعبة جدا، وبالتالي نحذر الأهالي وننبههم إلى وقت أخذ الحيطة والحذر والانتباه جيدا والتزام وتقييد الحركة حتى لا يتعرضوا لأي ضرر، لأن الضربات الجوية حتكون مستمرة وقد تدخل في العمليات وحدات المدفعية والدروع وقد تدخل وحدات عسكرية أخرى، وبالتالي نأمل حتى من الأعيان في غريان ومن الناس المسؤولين في المدينة من الشيوخ القبائل أنهم يحاولوا إخراج المجموعات المسلحة من غريان، وإلا عليهم تحمل نتائج اقتحام القوات المسلحة للمدينة. أي مدينة وأي مكان، لا توجد مدينة منفضلة على مدينة، أي مدينة وأي مكان توجد فيه خلايا إرهابية أو ميليشيات مسلحة سيتم اقتحامه. هذا مبدأ أطلقناه في 2014 ولازلنا مستمر فيه حتى هذه اللحظة. هناك أحداث تحدث، هناك متغيرات في ظروف المعركة، نعم كل شيء جائز، ولكن المعركة مستمرة نحو الحسم. وعندما تصل ساعة الحسم لن تكون هناك أي فرصة للكتابة على الفيسبوك أو الخروج في الأشرار أو هؤلاء المحللين الإرهابيين الذين لديهم سجلات أمنية قديمة جدا وتربوا في كهوف الإرهاب وتربوا في السجون، لن يجدوا الوقت الكافي لإنقاذ أنفسهم أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه المخططات الرهيبة التي يخططون لها. وبالتالي أسمحوا لي الآن أن أحيي حقيقة بكل تقدير وبكل احترام كل أهالينا في منطقة غريان من منطقة قليبة حتى منطقة بوغيلان، نحييكم ونحيي كل الشرفاء الوطنيين الذين وقفوا مع القوات المسلحة وقدموا دعم فردي أو مجموعات لبعض عناصر القوات المسلحة. كذلك لا ننسى أبدا أن نحيي كل سكان تلك المنطقة من الأصابعة الأبطال الأشاوس الذين صدوا أول هجوم لمجموعات جويلي يوم تقريبا 2/4 قبل قدوم القوات أو وصول القوات إلى غريان. هذه المنطقة صدت هجوم الجويلي ومنعت الجويلي من الالتفاف خلف قواتنا أو تصدي لقواتنا قبل مدينة غريان. لن ننسى هذا الموقف، كعسكريين نحييكم، وبالتالي نحيي كل سكان الجبل من المشاشية إلى مزدة إلى شقيقة، هؤلاء الليبيين الأشراف الوطنيين الذين لا يريدون إلا سلامة وأمن وراحة هذا الوطن، ونحن بإذن الله لن نخذلكم أبدا، سنستمر في تحقيق هذا الهدف. كذلك وبكل صراحة أن كان لدينا كثير من الشهداء في منطقة غريان، لكن العدد لم يصل للأعداد السابقة التي عرفناها في بنغازي وعرفناها في درنة وعرفناها في الهلال النفطي. هناك كنا في اليوم نقدمه في 40 و50 و60 شهيد في يوم واحد، قدمنا حوالي 111 شهيد نتذكر ذلك في منطقة بنينة في يوم واحد، قدمنا في لحظة واحدة 37 شهيد في بنينة ولم يثني ذلك عزائمنا على التقدم إلى الأمام. في غريان فقدنا حوالي 43 شهيد، 43 شهيد من القوات المسلحة ومن الشرطة، وهناك جرحى في المستشفى تم التمثيل بجثثهم وتم قتلهم داخل المستشفى. هذه جريمة أخرى ارتكبها جويلي بأوامر من السراج وفتحي باش آغا الذي زار المنطقة وأثنى على الأمن. هذا الأمن جاء على حساب أرواح مرضى وجرحى في مستشفى غريان تم إعدامهم جهارا نهارا أمام العالم. نحن نقاتل من أجل إنهاء هذه التصرفات، من أجل هذه القضاء على هذه الشرطمة التي تقوم بتلك الجرائم مع مدنيين عزل داخل مدينة طرابلس ويقومون بالتصوير، لا يستحوا ولا يخافوا من أحد، يقوموا بالتصوير، هم يقتلوا في الناس داخل طرابلس، نفذوا هذه الجريمة اليوم داخل غريان كما نفذوها في 2014 ضد 2 أشقاء تم إعدامهم بعد أسرهم. أولا
نحن نقول على من يتم القبض عليه من هذه الجماعات مجرم أو إرهابي تم القبض عليه. هذا هو التصنيف، لأن كلمة أسير لا تنطبق على هؤلاء. هم يقولون علينا أسرى، نعم نحن لنا جيش نظامي محترف به وطنيا ومحليا ودوليا، وبالتالي كل من يقع من عناصر هذا الجيش عن جهة أخرى يعتبر أسير وينطبق عليه القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة. ردودنا اليوم كانت قوية، الليلة البارحة والتي قبلها كانت أقوى في غريان. سنستمر في تدمير القدرات النارية للمجموعات الإرهابية، وبعد ذلك سيكون هناك طوفان آخر، طوفان غريان قادم بإذن الله تعالى، وفي ساعات بإذن الله وفي أي لحظة. وبالتالي أهالي غريان أتمنى الصحوة المبكرة لإنقاذ المدينة من هذه الشرارة. هذه لا تتوانى في تدمير المدينة، ستتخذكم كدروع بشرية، ستتخذ المنازل كدروع للحماية، ولكن نحن سنصل إليهم. هذه المعركة بالنسبة لنا ليست معركة فيسبوك أو معركة ألعاب، بل هي معركة قوية بدأت في 2014، وهذه صفحة من 2014 حتى هذه الساعة، صفحة واحدة. هناك صفحات ستقلب بإذن الله في الأيام القادمة، ونحيي رجالنا وقواتنا الذين يصنعون الآن في هذه اللحظات المجد والفخر في صرمان وفي سبراتا وفي الوطية وفي كل المناطق المحيطة بطرابلس وفي كل قواطع العمليات التي الآن تستعد للتعامل مع أي تهديد أمني، مع أي تهديد عسكري، وتلقن العدو في دروس عالية جدا في التكتيك وفي نقل النيران وفي إدارة المعركة وفي كل الجوانب العسكرية للقتال. في الأيام الماضية منذ بداية انطلاق عملية طوفان الكرامة، يعني منذ بداية 4/4 ونحن نتحدث عن تدخل تركي قطري أجنبي في مدينة طرابلس لصالح الميليشيات الإرهابية، هذا الوجود وهذا التدخل وصل إلى أن تركيا تدخل في المعركة بشكل مباشر بجنودها بطائراتها بسفنها من البحر بكل إمدادات تصل الآن إلى مصراتة وطرابلس وزوارة بشكل مباشر، استطلاعها من جوي بالطائرات المقاتلة بالطائرات الاستطلاع يتم على مدار الساعة. نحن نعلم أننا في معركة فاصلة مع العدو، أنه سيستخدم كل ما يملك. نعلم كذلك أن هذه المعركة قد تكون مع اللاعب الرئيسي ومع الرأس الأكبر في الإرهاب في ليبيا، ونعرف أن الآن الأخوان الإرهابيين يتخبطون الآن، وسقوط طرابلس وسقوطهم في طرابلس وإنهائهم في طرابلس يعني تواجدهم في مناطق في منطقة هامة جدا بالنسبة للإرهاب. سقطوا في مصر سياسيا وسيسقطون في ليبيا سياسيا وماديا. هم يرون ليبيا بيت مال المسلمين، ستكون فعلا بيت مال المسلمين، لكن المسلمين المعتدلين المسلمين الذين يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يذبحون الناس جهارا نهارا. وعليه هذا التدخل التركي أصبح واضح جدا، وهناك تقريبا شاهدته في إحدى الصحف الآن على هذا التدخل بالأسماء، بأسماء الأتراك، بالقادة الأتراك، رتب كبيرة في الجيش التركي دخلت المعركة، هم الذين وفروا الغطاء الجوي بطيارات مسيرة لعملية غريان، هم الذين قصفوا مقرات العمليات، هم الذين قصفوا الآليات، هم الذين قصفوا المواقع للدعم المركزي والجيش في تلك المنطقة. وبالتالي القيادة العامة أصدرت أمرا هاما ويجب على الجميع الانتباه لذلك، وهذا الأمر صدر لآمر القوات الجوية باستهداف السفن التركية وأي قوارب تقترب منها وأي مراكب تقترب منها، سواء في داخل المياه الإقليمية الليبية سواء شرق بلاد أو غربها. وبالتالي أي سفينة أو أي هدف يقترب من هذه السفينة هي هدف لقواتنا المسلحة العربية الليبية. أنا بالتأكيد الآن القوات الجوية وصل إليهم الأمر وهم سمعا وطاعة لتنفيذ هذه الأوامر. القوات البرية، الأهداف التركية تعتبر أهداف معادية، المواقع التركية التي أمامكم الآن تعتبر أهداف معادية، السيطرة عليها
إرجاعها إلى الوطن وتأميمها لصالح الوطن. وعليه هذا الإجراء، وهنا أوجه خطابي للشعب التركي الذي أسقط أردوغان في إسطنبول، هذا الإجراء هو جراء تدخل أردوغان في ليبيا، التدخل الخاطي، التدخل لصالح ميليشيات إرهابية، لصالح مطلوبين دوليين. ونحن على تمام الاستعداد لاستقبال أي وفد صحفي تركي للاطلاع على ذلك على 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 الأرض، فنحن مستعدين لذلك. فكذلك قررت القيادة العامة إيقاف جميع الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى المطارات التركية، وبالتالي من هذه اللحظة يمنع منعا باتا هبوط أي طائرة تم إقلاعها من مطارات تركية تدخل الأراضي الليبية، وبالتالي يعتبر المجال الجوي الليبي مقفل أمام الطائرات التركية وأمام الشركات المحلية القادمة من تركيا. هذا أمر عسكري، وذلك لإساءة إيطاليا أو لإساءة تركيا للليبيين، لإساءة أردوغان بالتحديد للليبيين لدعمه اللامحدود للميليشيات الإرهابية. هناك إجراءات عقبية، وهذه إحدى هذه الإجراءات، وسنستمر. قريبة ستسقط طرابلس، قريبة ستحل كل المشاكل في ليبيا وستم العقاب. ونحن نعرف أن لغة المال لغة مهمة، وأن الشركات التركية لديها استثمارات بالمليارات في ليبيا. هذه الأمور ستكون هي من ضمن الإجراءات القادمة بإذن الله تعالى. كل من يسيء للشعب الليبي، كل من يسبب الضرر والتخريب في ليبيا يجب أن يعاقب. بالنسبة لنا الليبيين، تعودنا على القتال، تعودنا على النضال. نحن نمونا وأكبرنا ونحن مع أجدادنا وأبائنا يحكون على الحرب ضد إيطاليا وعلى المحتقلات، والآن واجهنا إيطاليا أو واجهنا تركيا بشكل مباشر، وسنواجه الدول الأخرى مثل قطر وغيرها من الدويلات. نحن أكبر منهم جميعا، أغنى منهم جميعا، وفي القيم وفي المبادئ لنا تاريخ عريق. وبالتالي هذا البيان، أكرر، تتعرض الأراضي الليبية منذ فترة أو منذ 4/4، وقبل ذلك في بنغازي كانت هناك إرساليات لمتفجرات ومواد وأسلحة وذخائر تصل إلى الإرهابيين في بنغازي. اليوم أصبحت تركيا بشكل مباشر على الأرض. هذا التدخل على الأرض سبب الكثير من الخراب داخل الأراضي الليبية، مكن الجماعات الإرهابية من تنفيذ مخطط إرهابي بغيض منه قتل جرحى ومرضى داخل المستشفيات. عليه القوات الجوية أصدرت لديها لها الأوامر بأن تستهدف أي هدف تركي، أي طائرة تقلع من سفينة تركية سيتم تدميرها، أي نقطة على الأرض تتعامل مع الأتراك سيتم استهدافها. أي نقطة على الأرض، انتبهوا لهذه النقطة حتى لا تقولوا لم تصل إليها التحذيرات. هذه قرار، وهذا قرار سيكون ساري المفعول منذ هذه اللحظة. أكرر تحياتنا لشعبنا البطل الذي وقف مع قواته المسلحة ولم تتزعزع ثقته بقدرات القوات على القوات المسلحة على حسم المعركة. نحيي أهالينا في ترهونة، في النواحي الأربعة، وفي غريان، في زبراتة، في سرمان، في لصابعة، الشجعان الأبطال الذين سطروا ملاحم العزة والشرف في بداية هذه المعركة، وسيكون لهم شرف إنهاء الفوضى الأمنية في قمم الجبل الغربي بإذن الله تعالى. أحييكم جميعا، هذا كل ما لدي اليوم. لكن طبعا في النهاية نعرض عليكم فيديو اليوم تم تصويره من قبل شعبة الإعلام الحربي من داخل منطقة السبعة. شوفوا معنويات جنودكم وشوفوا قدراتهم في أرض المعركة.
هذه لقطات من سبيعة اليوم، تقدموا الآن باتجاه العزيزية، الأمور ممتازة جدا، ما تسمعوش لخريف العزايز اللي يطلعن في قنوات الإرهاب هذين، احنا عارفينهم وعندنا بإذن الله عليهم حلقة كاملة، جمعنا لهم سجلاتهم وجمعنا لهم تاريخهم الأسود اللي بادي من ألف وتقريبا 1985 أو 84 لحتى هذه اللحظة. وكرر البيان لان هذا البلاغ، لان هذا البلاغ مهم جدا، وهذا البلاغ بالرغم انه يخص القوات المسلحه لكن يجب ان تعلم به كل شركات الطيران المحليه والدوليه العامله على خطوط ليبيا تركيا، كذلك المقرات والشركات الموجوده في اراضي ليبيا، وكذلك حتى الاتراك الموجودين في ليبيا. انا نسيت هذه النقطه، الاتراك الموجودين في ليبيا، القبض على اي تركي متواجد على الاراضي الليبيه، القبض على اي تركي، لان اساءة اردوغان ضرت كل الليبيين، وبالتالي اي تركي يجب ان يتحمل مسؤوليته اتجاه هذا الحدث. وبالتالي اعيد عليكم هذا البلاغ لانه بلاغ مهم جدا. تتعرض الاراضي الليبية منذ فترة لغزو تركي غاشم نتج عنه اعمال تخريبية داخل الاراضي الليبية، ولذلك اصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الاوامر للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية، وللقوات البرية باستهداف كافة الأهداف الاستراتيجية التركية، وتعتبر الشركات والمقرات التركية وكافة المشروعات التي تؤول للدولة التركية أهدافا مشروعة للقوات المسلحة ردا على هذا العدوان. ويتم إيقاف جميع رحلات من وإلى تركيا والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية، قبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية. لدير شيء تحمل ردة الفعل وتحمل القرارات الشجاعة التي تعاقب هذا الفعل. شكرا لكم أعزائنا المواطنين الذين يشاهدون هذا المؤتمر، شكرا لفريق العمل المتواجد معي، كما نحيي قواتنا المسلحة ونترحم على أرواح شهدائنا، ولكم مني تحية. نلتقيكم بإذن الله في أي طاري أو غدا في مؤتمر الساعة 6 أو 7 مساء. شكرا لكم والسلام عليكم.